استقبل نازحو الحويجة عيد الأضحى في مخيمات كركوك وهياكلها وسط ظروف معيشية صعبة تبدد أجواء بهجة هذه الأيام. نازحو الحويجة ذكروا أنهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة ويعانون كثيرا في الحصول على عمل أو يضطرون للانخراط في أعمال شاقة مثل بناء المنازل إذا ما توفرت. النازحون شكوا كذلك عدم تسلمهم المنحة المخصصة لأقرانهم، مطالبين الحكومة والجهات المسؤولة عن شؤونهم بدعم وتأمين حاجاتهم الأساسية. شوية صعب علينا، ما عندنا إمكانية نشتري ملابس للجهات، والحمد لله وشكرا الله نجانا جينا هنا، وحالتنا حيل صعبة. والله وكيلك أنا هذه الشاشة أرميها وأغسلها وألبسها، وصار لي تقريبا هذا 3 مرات ربع يستلمون مليون وربع واني ما يجي اسمي، يجي اسمي ما يجي. بس وين العيد هو يا ابني؟ وين العيد؟ معاناه صعبه، تعرف اللي طلع وخلى بيته صعبه، شق العمر كله راح. واليوم السنه 3 سنين هو الشعب رايح منتهي. البشر معاناه، فلوس ماكو، شغل ماكو، عماله، يعني ما تقول لي يا ابني وين المعينة.